السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ زينين؟ كنتمنى تكون راكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال الفقاس باللوز. فقاس بلدي 100% بمكونات بساطين وما فيهش بزاف ديال التماره. وبالنسبه للناس اللي ما كتصدق لهمش الفقاس، كنقول لكم هذه هي الطريقه ديال الفقاس، سهله وكتصدق من التجربه الاولى. اغلبيه ديال الفقاس كنصايبها بنفس المقادير. هاد الفقاس هذا ما كتطلبش منكم تخليو الفقاسيبات ولا في البلاصه، كي كتصايبوا الفقاس كتقطعوه ما كيوقع له والو. دابا غادي ندوزو للمقادير. دابا غادي ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير اللي عندنا هنا، انا استعملت زلافه، يمكن لكم نتوما تستعملوا بالكاس، يمكن لكم تزيدوا في الكميه ولا تنقصوا، داكشي على حسب الاختيار ديالكم. عندي هنايا الزيت، يعني زلافه ما عمرش بالزيت، غير شويه وسنيده بنفس الكميه ديال الزيت. وعندي هنا الدقيق، عندي كاس ونص ديال الحليب، وعندي ثلاثه البيضات، جوج خمارات ديال الحلوى. عندي هنايا اللوز قطعته طريفات بحال هكاك، وعندي هنايا النافع البلدي، اكثر من 5 المعالق كبار ديال النافع البلدي. فهاد هما المكونات ديال الفقاس البلدي. دابا غادي ندوز لطريقه التحضير. غادي نخوي البيض وغادي نحركهم مزيان. بعد ما نحرك البيض عاد باش نضيف له سنيده، غادي نضيف سنيده على البيض حتى هو، ونبقى كنحرك هكا بيدي. هنايا استعملت يدي انا. نضيف الزيت، غادي نخوي الزيت كامله وغادي نبقى كنحرك بحال هكا. بعد ما درت البيض وسنيده حركتهم مزيان، عاد ضفت عليهم الزيت بحال هكا. يعني الطريقه سهله. ودابا غادي نزيد نضيف عليهم الحليب، هانتوما بحال هكا خاص يكون. ودابا غادي نضيف الحليب، الحليب درت البيض والسنيده والزيت، ودابا درت الحليب، ضفت الحليب، وغادي نزيد دابا غادي ندير النافع. ضفت النافع حتى هو واللوز، غادي نحرك هذا الشيء، وعاد باش غادي نزيد نضيف عليهم الخميره. هاني ضفت حتى الخميره، وغادي نحرك هادشي كامل عاد باش نزيد نضيف الدقيق. هنايا ضفت الدقيق، غادي نبقى كنحرك حتى تجمع لي العجينه، وغادي نبقى كنضيف الدقيق على حسب الكميه ديال الخليط اللي عندنا على ما تجمع لي العجينه وتلاقاو. الفقاس موجوده. بالنسبه للعجينه ديال الفقاس خاصها تجي شويه رطبه، ما تجيش قاسحه ولا، خاصها تجي رطبه بحال هكا. ودابا غادي نقسم العجينه ديال الفقاس. بالنسبه لي انا هنايا راني قسمتها على 5، وبالنسبه لكم نتوما يمكن لكم تقسموها على الكميه اللي بغيتو، ماشي ضروري تقسموها على 5 بحالي، وانتم غادي تقسموها باش تشكلوها. هنايا انا درتها على 5 بحال هكا، بديت كناخد كل عجينه وحده وحده بحال هكا، وكنحطها كندلكها شويه وكنحطها على ما نصيبهم كاملين باش كيرتاحوا. من نجي ندير الاخرى كتكون الاولى ارتاحت شي شويه، وحنا كنشكلوها بحال هكا حريبلات. ها نتوما دابا غادي ناخد يعني بوحده بوحده، غادي نقادها بحال هكا. انا درتهم هكا صغارين، ما درتهمش كبارين بزاف. وبالنسبه لكم نتوما اللي بغات ديرهم حليبلات كبار، يمكن لكم ديرهم حليبلات كبار. انا هنا استعملت درتهم غير متوسطين بحال هكا، وغادي نكمل بنفس الطريقه. على ما نكمل بنفس الطريقه وغادي نرجع لكم.
بالنسبه للتزيين ديال الفقاس، هنا استعملت صفر ديال البيض، وغادي ناخذ بودره الكاكاو. انا استعملت بودره الكاكاو، يمكن لكم انتما تستعملوا نسكافي. بالنسبه لي انا كيعجبني نستعمل بودره الكاكاو، كيعجبني الفقاس يزيد كحل شي شويه، وانتم يمكن لكم تستعملوا اللي كترتاحوا ليه واللي بغيتوا، يعني ماشي ضروري ديروا الكاكاو بودره الكاكاو. وهنايا كتحركوا مزيان، خصكم تحركوا مزيان. ودابا غادي نجيب، ها انتما بحال هكا خصو يجي. دابا غادي نجيب الشيته، وغادي نبقى كندهن الفقاس هكا في الجوانب، وغادي نبقى ندهن الفقاس كامل بحال يعني بنفس. حاولوا تدهنوا الفقاس كامل بنفس الطريقه، وعندكم تقلب شي بلاصه ما دهنوهاش، وبنفس الطريقه. من بعد ما دهنت الفقاس غادي نجيب الفرشيطه، وغادي نبقى كنشكلها بحال هكا. غير هو اللي بغيت نوضح لكم، منين تبقاو تشكلوا الفقاس بحال هكا، منين تشوفوا الفرشيطه توسخات لكم بالعجينه، مسحوها باش يجي لكم الشكل بحال هكا زوين. تبقاو تمسحوا، راني هنا انا كنشكل في الفقاس وكنمسح الفرشيطه، ما كنخليهاش تكون عامره ونشرك بنفس الطريقه. دابا هنايا غادي ندخلها للفران، درجه الحراره 160. بالنسبه للفران ما تسخنوش قبل، خاصه يكون برد، كديروه ديريكت. بالنسبه للفران ديال الضو، وبالنسبه للفران ديال الغاز غادي تشعلو على البوطه، تكون العافيه مهيله شي شويه. هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نحرب العجينه ديال الفقاس بنفس الطريقه. على ما نكملهم كاع وعاد نرجع لكم، فخليكم معي. هنايا كملت بنفس الطريقه، ودابا غادي ندخلهم للفران يطيبوا. كيف ما قلت لكم، بالنسبه للفران يكون بارد ما يكون سخون. والا كان عندكم الفران ديجا كنتو طيبتو فيه ولا شي حاجه بحال هكا، حلوا الفران حتى يبرد عاد باش تدخلوا الفقاس ديالكم باش يصدق لكم. هنا من بعد ما خرجت الفقاس ديالي من الفران، ها هو الشكل ديالو كي كيجي. ودابا غادي نبقى كنقطع الفقاس ديريكت، يعني ما خليتوش يبرد، كحيدته من الفران راني بديت كنقطع في الفقاس. ها نتوما هذا هو الشكل ديال الفقاس، فغادي نقطع الفقاس كامل بنفس الطريقه، وغادي نرجع نوريكم الشكل النهائي ديال الفقاس، فخليكم معايا. You
قطع ديال الفقاص تبارك الله عطاتنا واحد الكميه كثيره، ودابا غادي نعاود ندخل الفقاص للفران. على ما يتحمر الفقاص عاد باش غادي نخرج الفقاص من الفران وغادي نوريكم الشكل ديالو النهائي. فهذا هو الشكل النهائي ديال الفقاص، فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفقاص اللي شاركت معكم اليوم والطريقه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، فما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع الناس. والناس اللي مازال ما مشتركينش في القناه فكنقول لكم دخلوا اشتركوا في القناه ومرحبا بكم. مع السلامه، بالصحه والراحه، ونتلاقاو.